السلام عليكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد، وشكرا لكم. سائحة أوروبية تنشر صورا لها بدون ملابس بصحراء نابي جانيت. نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي يرفضون رفضا قاطعا ما يحدث من هكذا ممارسات، ويعتبرونها إهانة للجزائر شعبا ودولة. يجب على السلطات بولاية إليزي التدخل لوقف هذه المهازل. هذه في نظرهم ليست مهازل بل سياحة والترويح عن النفس. أما بالنسبة لنا فعلى الجهات الوصية بالسياحة في المناطق السياحية بصفة عامة نشر منسقات تبين الأنظمة المعمول بها، الأمور المسموحة والأمور الممنوعة القيام بها داخل التراب الوطني. كذلك على وكالات السياحة والأسفار المعتمدين تمكين الزوار من فهم القوانين الخاصة عبر كتيبات أو ملسقات لشرح لهم عادات وتقاليد المنطقة.